دونك حنا دابا الا مشينا نشوفو لي كونسيبت دو باز، عندنا ثلاثه لي غروند بارتي فهاد الموديل. عندنا الاول غادي ندويو على لا بارتي انتروداكسيون كونسيبت دو باز ديال لا بارتي فرونت اند ورياكت، وهذا من بعد كندخلو لي الخصائص اولا المميزات ديال رياكت، وفي الاخر كنخدمو على واحد الحاجه اخرى اللي كتسمى ريدوكس مع رياكت. هادشي اللي كاين في هاد الموديل. موديل كوفيسيون ديالو ثلاثه ريجيونال، فيه 100 ساعة كيدوز فيها يمكن 80 ساعة حضوري و 20 ساعة بريزونسيال، معقلتش بالضبط المهم فهاد لي زونفيرون. فوالا هادشي لي كاين. كيتحط في لابارتي براتيك في ليكزاما دو فان فورماس، كيكون عليه يا اما بحال لارافيل يا اما كتر من لارافيل. العام الاول ديال اول تجربة ديال هاد ديفلوبمون ديجيتال كان بحال بحال لارافيل، العام اللي فات كان يمكن كثر. تتشوفوا نتوما من بعد ان شاء الله في الاخر العام فاش غتبغوا تخدموا امتحان لو اف اف غتفيريفيو. المهم هو انه تيبقى بحال موديل كونفيسيون 3. البارتي براتيك عليها 60 نقطة، في البارتي براتيك في لو اف اف على 60 نقطة، كنقسم لحد الساعة في الامتحانات اللي دازو الثلاثة ديال لي زيكزارسيس، اكزارسيس في ماي اس كيو ال اللي كتقراو دابا في جيغي لي دوني، و اكزارسيس في رياكت، و اكزارسيس في لارافيل. لارافيل و رياكت كيقدر يكون عليهم مثلا 24 24، و هاديك 12 ولا كتبقى في ماي اس كيو ال، و تتقدر مثلا هذا تلقى 22 و لاخر 26، جوج من هنا دازت هنا على حساب. دونك كيما كتلاحظوا بان لا بارتي براتيك ديال ليكزام دو فان دو فورماسيون غدوزو فيها اكثر من ثلثين قرايه البروميير سيمستر اللي هما الماي اس كيو ال مع الفرونت اند، غيبقى ليكم غير لا لافيل في دوزيام سيمستر. وفي لا بارتي تيوريك قلنا كيتحط فيها لي ميثود اجيل، وكيتحط فيها بريباري ان بروجي ويب ديك لا بارتي يو ام ال، وكيتحط فيها الكلاود. لحد الساعه هاد عامين حطوه غير على شكل اسئله الموديل ديال الكلاود في دوزيام سيمستر. و انا عندي غادي نقرا ان شاء الله هاد العام، تقدروا تكونوا باقي ما عرفتش شكون لي جروب. و كيتحط فيها اكزرسيس على المونجو دي بي الجزء الثاني في جيستيون دي دوني. هذاك لا بارتي تيوريك عليها 40 نقطه، هادو يعني ديك 40 نقطه كتفرق على هاد لي موديل. فوالا دونك دابا ندخلوا للموضوع ديالنا اللي هو ديفلوبي اون فرونت اند لي كونسيبت او لا كومبروند لي كونسيبت دو باز دي ويب فرونت اند فوندامونتو دي سيت ويب ستاتيك. دونك ان سيت ويب ستاتيك كونسيست اون اون سيري دو فيشي اتش تي ام ال شاكان ريبريزونطون اون باج فيزيك دان سيت. سور لي سيت ستاتيك شاك باج تي ان فيشي اتش تي ام ال ديستانس. لورسكو فو فيزيتي لا باج داكوي فو نو فيزواليزي كو لو فيشي دو لا باج داكوي ريالمون. دونك هادشي كنعرفوه دي لا بروميير اني، دي لا بروميير سيمستر في البروميير اني قريتو لي سيت ويب ستاتيك وتعلمتو انكم تصاوبوهم. وكنعرفو انه باش تكري ان سيت ويب ستاتيك تحتاجو تكون كتعرف لاش تي ام ال سي اس اس اي بوي جافا سكريبت، وكتبقى في اطار ستاتيك. ستاتيك هو صفحات كتصفحهم انت كيوزر كمستخدم ديال هذاك لو سيت، فانت تستافد من لو سيت. مثلا انا غندير لك سيت ديال لي كور، قد يكفيني انني نديرو ستاتيك، انت تتقرا لي كور تما، ايوا ما غيكون ليفغ ولا يكون سيت فيه سويفون بريسيدون وهذا السومير وانت تقرا، هذا يكفي قد يكفيه انه يكون ستاتيك. لي سيت ويب ستاتيك sont assez simples et tous les sites web ont été construits de cette façon pendant les premières années ديال الانترنت. فوالا دونك اون جينيرال لي سيت ديماراج ديالهم اي واحد، هذه بارت 1 ما يمكنش ما كنركزوش عليها وندوزو للديناميك، ضروري كتخدم على سيت ويب ستاتيك. البروبليم ديال السيت ويب ستاتيك شنو هو؟ بار ا تجربة. فوالا الانتيراكسيون داك اليوزر كي قلنا يستغل لو سيت، لا يستطيع انه انتيراجي مع لو سيت، ما كيقدرش يكتب كومونتير، ما كيقدرش مثلا يشري ارتيكل ويدوز المرحله ان نسجلوا لي اشنو هما لي زارتيكل اللي بغى يشري اكسيتيرا. فاحنا كنفهمو مزيان ديما كنديماريو باللوبجيكتيف ديال الكليان اش بغى، خاصك تفهمو مزيان وتشوف اش كيكفيه. يقدر تكون تكفي المرحله تاع ستاتيك فقط، يقدر يكون يلزموك انك تدوز المرحله تاع يولي سيت ديناميك، وداكشي باش نتوما كنتو قريتو بي اش بي، وباش تخدم بالبي اش بي خصك تكون كتعرف ان باز دو دوني لانه غيكومونيكي لك مع لا باز دو دوني فين غيخبي الداتا.
هنا دواو غير على ستاتيك ودازو، لانه حنا دابا فاش غندوي على الفرونت اند، فالفرونت اند بحال نقولوا غتخدم بارتي ستاتيك، فهمتوا؟ يعني داكشي اللي كان عندكم بلاش تي ام اس 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 جافا سكريبت كيفاش دابا تخدموا بلو رابيدمون وبطريقه احسن باستخدام ادوات او لا دي فريم ورك ديال الفرونت اند. فمن هنا بلاتي نشوفوا الديفيرونس الفرونت اند والباك اند. سي كوا الفرونت اند؟ الفرونت اند كونستروي على دون كومبينيزون دو تكنولوجي تيل كو الاش تي ال جافا سكريبت اس اس اس. لي ديفلوبور فرونت اند كونسواف اي كونستويز لي زيليمون دو ليكسبيريونس يوتيليزاتور سور لا باج ويب ou l'application, y compris les boutons, les menus, les pages, les liens, les graphiques, etc. Donc, خدمت واحد فرونت اند هو كيخدم داكشي اللي نتوما دابا تعرفوا تصاوبوا ديجا بلا اتش تي ام اس 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 بوت ستراب تاع هو او جافا سكريبت. كل داكشي كيتسمى واحد خدام لا بارتي فرونت اند، يعني غير يصاوب لينا في الاخر واحد لو سيت ستاتيك. سي كوا لو باك اند؟ دونك لو باك اند ابلي اوسي كوتي سيرفور se compose de serveurs qui fournit les données à la demande de l'application qui les canalise et de la base de données qui organise les informations. Donc nous sommes là tout à déjà fait sur le module PHP ou le Haja installé sur un exemple ou la loi ou la ay واحد اللي كيجمع لينا سيرفر ou la base de données et tout. دونك حنا تنخدمو كوتي باك اند كيخاص يكون عندنا سيرفور. نتوما فاش تكونوا كتجربوا لا ماشين تاعكم كتانستالي فيها داك لوتي باش كيولي فيها السيرفور لوكال لوكال هوست، يعني لا ماشين تاعكم كتولي كتلعب الدور ديال لو سيرفور وفيها لا باس دوني وفيها كوتي كليون فيها كلشي. هذيك لا ماشين اللي كديفلوبي بها وكتعلم فيها دايره كلشي الخدامي. مي ابري فاش غيتصاوب السيت ويتقاد كندوزو للمرحله ديال ليفيرجمون، وانت فاش تتابرجي وتتخلص يعني العام ولا الشهر ولا اللي بغيتي كتكون نحتي في واحد لو سيرفور ديبرجمون وهما عندهم باز دوني وعندهم كلشي. علاش؟ لانه الا بقى غير في البيسي تاعك فالسيرفور كان غير في البيسي تاعك فانت يا ما غيقدروش الناس يتواصلوا لان داك البيسي عندك كيطفى وكيشعل. ما تيبقى السيرفرات الحقيقيه ما تدفاوش باش اي واحد بغى يدخل للسيت في اي وقت كيخاصو يكون اكسيسيبل. دونك باغ اكزومبل لوسك ان كليون باركور لي شوسور سور ان سيت ويب ايل انتراجي افيك لو فرونتال اون فوا كيلي كيلزون سيليكسيوني لارتيكل كي سويت لو مي دون لو بانيي اي اوتوريزي لاشا. لي انفورماسيون سون كونسيرفي دون لا باز دو دوني كي ريزيد سور لو سيرفور. دونك هنا عطانا مثال ديال الاو كوميرس. مثلا شي واحد بغى يشري شوسور ولا اي حاجه اخرى، المهم داخل واحد السيت تاع البيع والشراء، فانت كيوزر كمستخدم ديال داك لو سيت انت كتكون كتشوف التصاور ياك، كتقلب على الارتيكل شفتيه مزيان زوميتي شفتي لو بري شفتي مثلا المعلومات ديال الكليان الناس اللي ديجا شراو اكسيتيرا. فهنا راك انت كتعامل كيوزر كتعامل مع الفرونت اند لا بارتي فرونت اند كيخاصك نخدمو عليها مزيان باش كتبقى جاذبه من غير الثمن ولا كاليتي وكلشي ديال البرودوي. ابري ملي كتسيليكسيوني لي زارتيكل وكتحطهم في لو بانيي تاعك وكدوز لا بارتي بانيي باش تكمل لا كوموند، فانت ملي كتبغي تكمل لا كوموند كتولي غتكلم مع لو سيرفور. علاش؟ لان ديك لا كوموند خاصها تانغوجيسترا في لا باز دو دوني باش يعقلوا عليك من بعد ويصيفطوا لك داكشي اللي طلبتي. صافي. دونك في اي حاله سواء كنتي في حاله تاع الاو كوميرس بالكاش اون ديليفري، يعني اللي هو على الاقل كيقولك سجل غير المعلومات الشخصيه تاعك وتليفونك ودارك والبارتي بايمون ما تيسوقوش ليها واللي هي ولات دابا مشهوره عندنا حنا في المغرب الكاش اون ديليفري، يعني انت يا غير تشري ولكن ما تتخلص تيوصلك السلعه لداركم عاد تتخلص ليفرور. فهو هذا تيكون سيت بسيط فيه لا بارتي ديال الفرونتال خدامين عليها مزيان ولا بارتي ديال الباك اند فيها شويه المعلومات الشخصيه ولا الادرس ديالو وتليفونه، وهما من بعد كيكون عندك داك لو سيرفيس دو كونفيرماسيون كيدوي معاك نيت باش يعرفوا داك التليفون باش غيبقى يتواصل معاك به لو ليفرور. المهم هنا دزنا البارتي باك اند فاش احتفظوا بالمعلومات اللي كتبتي لهم نتا والارتيكل اللي بغيتي تشري اكسيتيرا. دونك هذا وليتي خدمتي دزتي الخدمه اللي دارها شي واحد اللي كيعرف الباك اند. Quelques jours plus tard, lorsque le client vérifie l'état de sa livraison, le serveur extrait les informations pertinentes et met à jour avec les données et les met à jour avec les données de suivi et les présente via le front-end. Donc, quelle est la
خصوصا دوك اللي كتكون خلصتيهم مثلا دابا حنايا تاع الشينوا المشهورين اللي كتكون خلصتي كاين كي قلنا كاين الكاش اون ديليفري وكاين الاخر ديال الكوميرس اللي هو كتدخل معلوماتك الشخصيه وكدوز المرحله ديال البيمون. فانت ملي دابا على الشنب ولا شي تبغي تصاوبي لصاوبتي شي سيت كوميرس اصلا تتعرف داك الكليان اللي كتصاوب ليه هو شنو النوع ديال الخدمه كيخدمها، واش كيبغي الكاش اون ديليفري ولا كيبغي ان الناس غيخلصوه عاد كيصيفط لهم السلعه اولا نخلي ليه توت لي زوبسيون. دونك كيكون عنده مرحله ديال البيمون وغتشوف انت كيفاش كيديروا انه كيكونيكتيو لو سيت تاعنا مع واش سيت هو اللي كيتكلف ولا كيكون ان تيرس يعني واحد الوسيط اللي كيتعامل توت لا بارتي بايمون سيكوريتي سيد انه يدخل نيميرو ديال لاكارت ديالو في امان الله ما يكونش عندك بروبليم ديال شي هاكر ياخذ ليه النمره ولا الباي بال ولا اكسيتيرا. دونك البارتي ديال البايمون الناس اللي كيخدموا كاش اون ديليفري ما تيكونش عندهم فيها مشكل اصلا ما كايناش سينو، لكن هكا راك خدام على حتى لا بارتي بايمون دو توت فاسون. هذه حنا وقفنا كاين اوسي لي سيت كي قلت لكم بحال هاد لي سيت ديال الشينوا ولا دوك سيت اللي كيوفروا لي تونيزاتور اللي شرا من عندهم السلعه انه كيقدر هو ديجا من يشري السلعه راه تكونيكت بشي كونت. فهنا خدامين بارتي باك اند ملي تي تكونيكت بالكونت ديالو كيدخل دوك لي كوموند اللي داير كيقدر يشوف ليطا ديالو، حيت مثلا انا اللي جبتهم من الصين ولا غتاخد واحد المده باش غتجي غتوصل الديوانه واش يخلص على اكسيتيرا. فهما ضروري بحال هذا النوع ديال لي سيت خاص يكون فيهم حيت كاين كيكون سكون ابي لو سويفي. انت ملي كتدخل ككليان كتدخل لا بارتي كوموند وكتبقى كتشوف ليطا ديال لا ليفريزون عندك في ليتي يقول لك مثلا اونبالي راه تيجمعوا فيها راه كليفرات راه اكسيتيرا كيعطيوك المراحل فين واصله هذاك لا كوموند ديالك. فبيان سور هنا تكون انت خدام مع لا بارتي باك اند حيت هادشي كله كيجي من لا باز دو دوني. مين لا باز دوني؟ لان كاين واحد الادمين اللي داخل هو بالداشبورد ديالو تكونيكت هو بالداشبورد فين ما كتوقع شي حاجه كيدخل يبدلها استخدام الكود العادي اجونتي موديفي سوبريمي على حسب هو شنو يبدل لي طاب داك ديت اكس ام هو تيورك على بوطونات الكود راه فيه هذاك الشيء انت كيطلع لك لي طاب راح تبدل. هو الاصل تجبد بخدمه الباك اند ولكن بان ليك من بعد داك الطابلو اللي فيه لي طاب داك الشيء بان ليك فيا الخدمه ديال الفرونت اند. راه هادشي حنا عارفينه انه ضروري في الاخر تطلعوا بلا فيشاج نتوما كنتو كتخدموا داك هي باش تخدموا بي اش بي مع لاش تي ام ام مخلط. فهنا تنفهموا الدور والفروقات ما بين باك اند وفرونت اند علاش باش نفهموا بانه ممكن يكون عندك ديفلوبر واحد بحالكم دابا ان شاء الله هاد العام اللي كيلعب كلشي كيدير السيركل كامله كيخدم الفرونت اند والباك اند وكلشي يعني كيصاوب سيت دو ا دو زيرو للاخر مقاد. وابخي ان شاء الله كلنا ما كانوا لي زونتربريز كبار فاش تخدموا فما تتبقاش دير كلشي يمكن لكش يكون ديفلوبر كيصاوب سيت كله. علاش؟ لان السيت كيكون كبير كيكون خدام في ايكيب وليكيب كل واحد واش كيدير من الناس اللي خدامين فرونت اند الناس اللي عندهم الباك اند الناس اللي عندهم لي تيست اكسيتيرا اكسيتيرا. فانت تخصك تشوف داك الشيناج كيفاش غادي لا شين تاع الخدمه كيفاش دايزه تقدر تكون دزتي منها بحال كي غدوز منها دابا في البروجي وفي الستاج حيت غتصاوبو سيت عادي ولا ابليكاسيون ويب عاديه. ابخي انت يخدموها في الشركات راه تقدر تخدم جزء من الاجزاء. انت بيان سور علاش نقروك وعلاش خاصك تعرف اول دوره تعرف كل شيء حيت اصلا باقي ما عرفتيش راسك اي حاجه غتعجبك اكثر واي حاجه غتفوق فيها وغادي تبدا تعطي فيها اكثر وباش يبقاو عندك فرص العمل مفتوحين هنا وهنا. وانت مني غادي اول فرصه عمل اللي تلاحت ليك راك غتخدم عليها وانت غادي وانت تزيد تعلم وتزيد اصلا تكتشف ذاتك فين غتعطي واش هنا ولا هنا ولا فول ستاك. الفول ستاك هو الفرونت بلس الباك هي الفول هي بجوج داكشي علاش نتوما عندكم التخصص تاعكم فول ستاك يعني تنعرف لي دو. فوالا دونك بريزونطاسيون دي فريم ورك فرونت اند فهمتوا من الموديل اولا القرايه ديالكم تاع الدوزياماني هي هذه غيعلمكم جزء باك اند في لارافيل وغيعلمكم جزء فرونت اند بالرياكت. كيف كان فريم ورك؟ دونك اون جينيرال فريم ورك ولا بالعربيه اطار عمل هو عباره على اون بواط ا اوتي كوبلي ا اون بيبليوتيك بوغ ان بروغرامور انفورماتيك. il permet d'aider les programmeurs dans leur travail en leur proposant des morceaux de code pour mettre en place les fonctionnalités couramment demandées pour des applications.
يعني نورمالمون انت دابا تقدر تخدم عادي سيس، ما كاينش مشكل تصاوبو، ما عندناش مشكل في انك ما غتعرفش شي حاجه، ماشي هادشي علاش تختارو لي فريم ورك. انت خاصك تكون قادر انك تصاوب سيت كيما بغا كيما تشهاه هذاك لو كليان. اللي كاين هو انه دابا جاو لي فريم ورك، لانه كي انت عندك سيت ا واحد عنده بي سي دي، بعد ما غادي تنطيحو ان عندنا دي فونكسيوناليتي سيميلير في الاصل، كاين واحد الامور كتعاود بسميات مختلفه، فهمتوا؟ امور عاديه وبسيطه في سيتات نيفو عادي، اشياء معروفه او اللي نسموها هنايا لي فونكسيوناليتي كورامون دوموندي. اي سيت او كوميرس فيه واحد البانيي في ان السيد كيختار وكي يكون عنده زعما نفس الشيما كيما درتي لاي شركه، كذلك الاشياء الاخرى، يعني كيكون واحد لاركتيكتور جينيرال بحال بحال. فلذلك يتم اختراع هذا الفريم ورك اللي انت ممكن تصاوب فريم ورك ديالك، ولكن حنا ما يمكنلكش تضيع داك المجهود تصاوب فريم ورك وتخدم بها بوحدك. فريم ورك ملي كدار باش يخدموا بها بزاف ديال الناس، كيولوا كلهم تيخدموا بنفس الطريقه، فالشركه تيخدموا بنفس الطريقه عندها واحد بزاف لي زافونتاج حنا غندويو عليها. دونك فريم ورك هي بحال بواط اوتي بحال شي عرفتوا اي واحد جبناه دابا مثلا بغى يصاوب لينا شي تريسي بغى يصاوب لينا الضو كيهز معاه الماتيريال ديالو، ايوا عنده ماتيريال بواط اوتي سي لا ميم شوز. نتايا ملي تكون خدام خدمه تتخيل راسك داك تريسيال انت فرونس اند، تكون عندك واحد البواط اوتي موجود فيها ما قد تحتاجو في لابارتي فرونت اند، هذه هي اللي كتسمى فريم ورك. كاينين بزاف كاينين بزاف، ماشي ضروري على واحد بغيت يتخصص في فرونت اند انه يعرف كل وحده فيهم، تعرف وحده مزيان الاخرى تلقى خوتها، نهار تيدخل يبغي يبدل الشركه كيمشي يدير واحد التشويه لا فورماسيون وتقدر يبدل عادي ماشي مشكل صافي. دونك ما عمرو ما غيكون عندكم هدف انك تبدا تعرف العادات ديال لي فريم ورك 10 20 نضبط وحده ومن بعد داكشي الاخر كيجي لي ساهل. دونك فوالا باغ اكزومبل المولتي لانغ لا جيستيون دو سيكوريتي لا مودولاريتي اكسيتيرا. دونك بعض الامور كي قلنا كوغامون لي فونكسيوناليتي لي مشهوره ولي ممكن يخدم بها يحتاجها الانسان في اي سيت غيصاوبو كيما بغا يكون داك السيت، ان السيت يكون فيه لغات متعدده، ان السيت يكون مثلا فيه لابارتي جيستيون دو سيكوريتي. دابا السيت انت كتصاوبو واعر بالبي اش بي، الا سولتك واش هو سيكوريزي اش غتقول؟ ما عرفتش، لان انا نهار كنت كنصاوب ديفلوبمون كنت بقا تلعب على الفونكسيوناليتي تصدق ليا مع البوطون اللي نورك عليه صدق ليا، ولكن السيد اللي غيستخدم لو سيت ديالك هو كيعتبر اصلا الزيرو هي البوطون خدام، مي هو تيشوف واش هو الا استخدم السيت تاعو غيكون فيه ايرور، محتاجه لي معلومه مهمه جدا. فانت الا خدمتي ناتيفمون يعني خدمتي باللغات الاصليه بلا ما تستخدم دي فريم ورك، فانت مجبر لان لي سيت اللي يكون خدام اولا افون كاع تقلب على واش داك اللغه اللي كتقدر تخدم بها سيكوريزي، شنو هما الطرق باش نسيكوريزي ماشي غير نصدق، باش المستخدمين ديال السيت تاعي يكونوا في امان من حيث اي داتا هو ما بغاش ينشرها، حيت حنا عارفين ان غنلوحوها يعني غابه الانترنت وغابه، انت غتلوحها كاين الناس اصلا خدمتهم هي غير هاكي لي زانفورماسيون، سواء غير هاكيها هكا حيت كيلعب وتجرب او حيت كيبيعوا الداتا لناس اخرين باش غياخذوا منها يعني غيديروا بها حوايج اخرى. دونك لا بارتي سيكيوريتي مثلا من اهم الاشياء اللي حنا كاع ما كنردوا ليها البال سورتو نيفو ديبيتون، فانت الا كنتي خدام لي فريم ورك هي ما كتردش ليها البال وكتكون كتكون اوتوماتيك، علاش حيت هما رادين ليها البال حيت هما عطاوك بواتا اوتي ما بديتيش من الزيرو، عطاوك واحد لو بروجي فيه واحد لاركتيكتور هي هذيك لاركتيكتور دايرين هما في بالهم انه هذاك المشكل دو سيكيوريتي كيوقعوا فيه لي سيت وها الحل ديالهم، سواء رديتي ليها البال سواء ما رديتيش ليها البال، تفهمنا؟ ف وداك الشيء علاش كنقولوا سيت مشهور ملي ماشي سيت فريم ورك مشهور كيخدموا به الناس، سيتادير كاين لي بروبليم الكلاسيك تم تجاوزهم، غتشوفوا من بعد لارافيل كيفاش هادشي كنديروا فاسيل كيفاش نديروا اللغات اكسيتيرا كتكون بشكل ولا موديلاريتي سيتادير واحد التقسيم واحد الهندسه ديال لو سيت بطريقه سامبل، باش انت الا مشيتي من عندنا الله يعاونك بدلتي الخدمه ملي نجيب انا واحد لو ديفلوبور، الا داك ديفلوبور كيعرف الرياكت مثلا وانت خدمتي برياكت كواحد لا بيبليوتيك ديال فرونت اند دغيا كيقدر يدخل البروجي ديالك ويعرفك في كل عارف هو كل حاجه فين خاصها تتحط وهذه اش كدير وهذه اش تدير، وهذه انت خدمتي ديك لاركتيكتور تاع رياكت ماشي بحال كنت خدام انت من راسك وكريتي الدوسي اللي بغيتي بالسميه اللي بغيتي حطيتي التصاور فين ما بغيتي ودرتي داكشي كيما بغيتي وصدق
ولكن ما بغيناش حد يكمل خدمتك من غير ما يعرف حتى حاجه. علاش درتي طريقه هكا؟ فلي فريم ورك هما كيجيبوا لينا واحد الطريقه كتولي مشهوره ما بين لي ديفلوبور. اولا كي قلنا لنا بغينا ندخلوا معنا شي ديف انت كاع ما مشيتيش بغينا نزيدوا شي ديفلوبور باش نخدموا كيقدر دغيا انتغرا انت ثاني تعطيتها شي واحد البروجي ديالك دغيا كيفهم كيفاش يخدم به اكسيتيرا. فوالا دونك عندنا واحد لاركتيكتور جينيرال. L'avantage est que les programmeurs ne réinventent pas la roue, chacun dans leur coin, en programmant de A à Z tous les aspects de l'application demandée par le client. C'est-à-dire, ma kat3awch tbda men zero, ma kat3awch ikhtira' al3ajala, kat3awch men zero nta tomor li wahal fiha, w hadchi aslan huwa li khalla ad-domain li avancer. Kon kan kol wahed fina, rahna kolna aql wahed, adi, ghir huwa li ja kikemmel min hayth intaha al-akhar. فهمتوا؟ ماشي مثلا كيكون عنده الامكانيات حنا اللي دابا كيكون عندنا لاباتي هاردوير ولا سوفتوير حسن من اللي سبقونا فتنقادروا نختاروا شي حاجه احسن منهم. ماشي كنعادوا غيافونتي لا كنعاودوا من الزيرو. فهي كيكون عندنا افونتاج اننا نستغلوا بعض الاشياء الموجوده. العام اللي فات كنا كنقولوا الا خدمتي انت بايديك كلشي مزيان، هذا العام غنقولوا العكس. إذا كانت شي حاجه موجوده وخدمتي نتايا بايديك راك تضيع لينا في الوقت وكتضيع في المجهود، لانك انت خصك تخدم داكشي اللي كاين وتخلي لينا عقلك الاشياء اللي ما غتلقاهاش. فهمتوا؟ هذا هو لوبجيكتيف ديال لي فريم ورك. Il faut savoir aussi qu'un projet nécessitera souvent l'utilisation de plusieurs frameworks. En effet, les frameworks sont généralement spécialisés dans un domaine bien précis. Donc en général, في بروجي واحد يقدر تحتاج تخدم اكثر من فريمورك في بروجي واحد في سيت واحد. فداكشي علاش نقدروا نحتاجوا كاع اشخاص اكثر من شخص واحد يخدم بروجي كامل. مثلا هنا كاين عندنا النوع ديال لي فريمورك دو باك اند اللي هما لي فريمورك اللي فيهم كل ما يهم لا بارتي كومونيكاسيون مع لا باز دو دوني اي تو. دونك هادو مثلا كاين نود جي اس غتشوفوه في الموديول ديال الكلاود في الدوزيام سيمستر، وكاين اوسي لارافيل اللي غادي تشوفوه في الدوزيام سيمستر، وكاينين دوطخ لا بارتي فرونت اند كيكونوا كي قلنا حنا في ما في الباك اند في ما خدمتو راه كاين بزاف وانت ماشي شغلك في بزاف واحد بعدا ضربتو عاد تدوز بزاف. كاين جانجو Django il est basé sur Python. Donc كون هما تاعو انهم يديروا لكم لا فورماسيون ويب بالبيتون كنا غنكملوا مع Django، ولكن هما تبعوها حيدوا لينا بيتون قريتو فيه الاساسيات في بروميير اني ودرنا لي ستوب على اساس غتلاقاو معاه. بالنسبه للناس اللي غيكملوا لا ليسونس بروفيسيونيل في الداتا ساينس وداكشي ديال الانتيليجونس ارتيفيسيال غتعاودوا تشوفوا بيتون، ولكن في الويب هما تاعو انهم يدوزوا لي فريم ورك ديال الجافا سكريبت وديال بي اتش بي. انت الا كنتي واعر فيهم بغيتي تشوف شنو هاد جانجو كيفاش كيصاوبوا به لي سيت ويب، كيفاش هاد بيتون كيلاق لينا لي سيت ويب، الحاجه اللي ما شفناهاش حنا العام اللي فات لان خدمنا بالبيتون غير عادي ما عمرنا درنا بيتون لي سيت ويب. تقدر تتمتع وتشوف كيفاش، ولكن انت تكون افونسيتي في قرايتك باش ما يكونش عندك مشكل. وسي الفريم ورك ديال الفرونت اند ابليكاتيف مثلا رياكت والفيو جي اس والانجولار، دونك الهدف ديالهم سي كري اون انترفاس بور ليتيليزاتور بور كو ليتيليزاتور بويس يوتيليزي لابليكاسيون. يعني ديك لابارتي انترفاس اللي كنتي خدام بريا بالاش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت دابا خصك ديرها احسن واسرع احسن واسرع بالفريم ورك اللي خديتي. فهما كاينين ثلاثه حنا هما خداو لينا رياكت. اونفا كاين عندنا لي فريم ورك دو فرونت اند دو بريزونطاسيون بحال بوتستراب ديجا كتعرفوا. دونك بوكو اتيليزي لي فريم ورك حنا كنعاودوا نفس الحاجه لوتيليزاسيون دو فريم ورك ني با نيسيسير دون زان بروجي انفورماتيك صافي هادي قلناها ماشي ضروريه هي ماشي ملزمه كي قلت لكم قبيله ماشي انت حيت ما تتعرفش تقدر تصاوب بروجي دو ا ا زد بلا ما تكون تتعرف شي فريم ورك. Vous pouvez très bien vous en passer. Cependant, un framework est comme un squelette applicatif avec sa boîte à outils. كيعطيك واحد لاركتيكتور جينيرال او جينيرال واحد دي زوتي مساعده لتسريع العمليه كي بيرميت دو ديفلوبي بلو رابيدمون شتو بلو رابيدمون puisqu'elle intègre une bonne partie de l'architecture et invite les développeurs à suivre les normes de développement et de nommage tendant à une meilleure qualité de code. يعني هو كيجبرك اي فريمورك خدمتي بيه غير خصك تفهم الهندسه ديالو لاركتيكتور تاعو وكيجبر دير بواحد الطريقه معينه باش يكون عندك واحد لو كود
دو كاليتي اللي اي واحد دخل معاك باش يصحو ولا يكمل عليه ولا ما غيبقاش مبرزات. فهمتي؟ ماشي مصاوب البروجي غير راسك انت، صاوبو بواحد الطريقه متفق عليها. صحاب اللي غيخدموا داك الفريم ورك كلهم غيعرفوا يخدموا بالبروجي ديالك، ما غيلقاوش مشكل. تفهمنا؟ هذه متفق عليها، هي استخدام ديال فريم ورك. دونك لي زافونتاج دا فريم ورك، فريم ورك اوفر دي زافونتاج نون نيجليجابل. Les développeurs se concentrent uniquement sur la partie métier, puisque toutes les couches techniques sont déjà intégrées dans le framework. C'est ماشي صحابك والو ما دير والو، عندك واحد المجهود باش تفهم فريمورك. من الخطا جدا انه واحد ما عارفش شي حاجه ويبدا بالفريمورك. واحد ما تعرفش جافا سكريبت ويجي يقرا رياكت ديريكت اختصارا للوقت، هذا خطا جدا. فهو تيكون بحال شي واحد تيتسنطح. فهمتوا؟ غير ما يقدر يجي فيها نيتو تصاوب ليه البروجي واعر، ولكن لي باز ما كاينش. تتقرا لي باز عاد كدير داك اللي كيسهل العمليه، ما تتخدمش عكسيا. دونك مايمكنش واحد متعرفش في اش بي ويدير لارافيل، واخا هي ممكن انني دابا باش نقرا لك لارافيل واخا تكون عيان في البي اش بي تقدر نعطيك الطريقه باش تخدم ويجيك لارافيل سهل. ولكن انت خصك تشد الاساسيات، حيت اللي غيشد الاساسيات ما غيكونش شغلو غير يصدق ليه داك البروجي يفهم لارافيل، غيكون عندوش مشكل يتعلم دارو صاوب البروجي مزيان ومن بعد فاش تبدل لافيرسيون ديال لارافيل يقدر يخدم بها اكسيتيرا. صافي شاد لي بازيك، ما تلفش لي شي حاجه، شادهم وخا ناسيهم، وخا يكون نساهم سي با غاف. المهم هو شدهم في واحد الوقت، عطاهم وقت. هنا قلنا من اول افونتاج دا كريم بوغ لي الاستخدام ديال لي فريم ورك هو انه بما انه المشاكل التقنيه كيكونوا حاولوا يعطوك بعض الحلول ليها لتبسيطها، فانت كديفلوبور كتولي مهتم بلا بارتي ميتي اكثر. وهنا يمكن ما غتحسوا بها حتى دوز بروجي، حتى تكون عندك ستاج ولا بروجي، ماشي شي اكزرسيس ولا تي بي اللي كيقول استاذ سؤال جواب. حيت لا بارتي ميتي اش كنقصدوا بلا بارتي ميتي؟ يعني الخدمه اللي خصها دير. فيقدر بعد ديجا بلي نيفو ديال الاخطاء، حنا كنعرفوا نيفو زيرو ديال الاخطاء هو واحد اللي كيدير دي زيرو دو سانتاكس، باقي المنظره مع بوانتيرغيل سانكشن، كيفاش كتكتب كيكتبها لك بطريقه غلطه، شي حاجه بديهيه ديال اللغه مضرها هو. حنا تنقولوا ليه واخا ما حفظتيش واحد حداكش سيبور نقول منه الكلمه، ما يمكنلكش استاذ غيدوز يصحح لك فانكشن كيفاش كتكتب شي كلمه ديال اللغه، هذا نيفو زيرو. من وراه كتولي ما تيبقاش عندك خطا دو سانتاكس، ولكن ملي كتيكزيكوتي سواء كان ويب ولا ماشي في الويب كتمشي تاسبكتي كتبقى تلقى لي زيرور في دي زيرور اللي ما كاينينش دو سانتاكس، اللي كيتسموا دي زيرور ديال اكزيكيسيون، كتبدا ثاني تتقاتل معاهم حتى تحلهم. نيفو اخر هو ما تيبقاوش عندك لي زيرور ديكزيكيسيون وحتى دو سانتاكس، ولكن وكلشي خدام، ما كاينش فيه شي ايرور، ولكن حتى حاجه خدامه بالنسبه لينا لم يتم تحقيق الهدف. مثلا انا سيدي تنقول لك تزاد عندي ستاجير جديد غندخلو، كنمشي تطلع ليا فورمولير تنسجل فيه المعلومات ديال السيد، تنورك على لو بوطون اجوتي تيقول لي طلع ليا شي الاغ تاع اجو افيك سوكسي، تنمشي نقلب عليه في الفورمولير ديال الريشيرش ولا لا ليس ديال الاستاجير ما تلقاش، ما طلع حتى ايرور. فهنا تما خصك تدخل ليا من الكود وتشوف راسك ياك ما غلطيتش سميت لا طابل عوض ما تسجل في لا طابل ستاجير حطيتي فورماتور، ياك ما مثلا اصلا شي مشكله اصلا تستلزم استخدام شي جوانتور في شي روكيت شي طريقه انت كاع ما رديتيش ليها البال. كاين بعض الاخطاء اللي كيتسموا لي زيرور دو ميتي، شي واحد درنا حنايا غادي يكون ترونسفير دارجون فلوس غتمشي من كونت لكونت، واحد تيقول لك اه انا دوز الكوموند كلشي دايز ما كاينش شي خطا، اللي صيفط الفلوس طارت من عندو هذيك الفلوس ما كايناش في الكونت، ولكن صاحبو ما وصلاتوش. ايوا هنايا هذاك الديفلوبر بغا يكون دار لينا شي تخربيقه اللي هي كتسمى ايرور ميتي، غير خاصك تدخل تقلب على راسك اش درتي سواء سهوا ولا اكثر من ذلك. ماشي سهوا انت اصلا كاع فهمتيها، انت لو بروبليم كاع حسيتي بيه، حيت النهار الاول فاش مشيتي دير البروجي كنتي عيان في التكنيك لدرجه انك مقاتل على التكنيك، عاد انستالي هذه وصدق لك هذه ويدير هذه، ما فهمتيش البروجي مزيان دو ستاج ولا اللي بغا يكون، ما عطيتيش وقت، ما
ما هندستيش بداكشي اللي قريتو ديال موريز اولا اللي غتقراوه ديال اليمن اللي هي المرحله ما قبل لا بروغراماسيون اللي كتسمى المرحله ديال لاناليز اي لا كونسيبسيون اللي ما حاطينهاش اعتباطا باش كنهندس ونفهم ونعرف اش بغا السيد ديك سيتيغ وما نديرش تخربيق كاين تخربيق اولا لي زيغور ميتي اللي غيداروا لانك ما فهمتيش وكاينين الاخطاء اللي كيداروا لانك باقي ما كت باقي مي با اكسبيريمونتي باقي كان انا نسميها عندك دي زيغور دو لوجيك ورجعها معاك كنتي مزيان في الالغوريثميك ما كنتيش دير هذوك انواع الاخطاء ولكن هي مع التجربه وهذا ماشي غير رجع الالغوريثم مع التجربه فيهم صافي كتولي ضابط ان هذه غنلقاو لها الحل بهذه الطريقه فهمتوا يعني كتولي مشكلتك ماشي في التقنيه مشكلتك في كيفاش تحل واحد المشكل ماتي حقيقي في السوجي اللي عندك سواء دو ستاج ولا شي بروجي تاع شي كليان كتهندسو كيفاش تحلو اش غيليق لك باش تحلو هنا فاش وحلتي ماشي متاثرش ليا هذا لا كذا لا الامور التقنيه خصك نورمالمون تجاوزها صافي داك الا استغليتي لي فريم ورك فهو هما نورمالمون كيساعدوك انهم يبسطوا لك الامور التقنيه باش تحاول ما امكن تركز في لابارتي ميتي وكي قلت لكم انا هاد لي غو خليتها هي اخر وحده وهاي غترجعوا لها ان شاء الله في السطاج وغتبداو تشوفوا كاينين بزاف لي ستاجير كيجيبوا لنا البروجيات ديالهم يحطوا عند راسو كلشي خدام هو ضيع شهر وما بانش ليه ان هذيك راه ماشي هكاك اصلا تيجلس معاك قسم تيدير تقول له واش هذه ماشي هكاك كدار هي صادقه عليه ولا صادق انت غلط ولكن ماشي هكاك كدار اذا هذا النوع ديال لي زيغور اللي كنسميوهم لي زيغور ميتي انت ما كتفكرش فيهم لانك كتكون ستريس مقاتله مع التكنيك صدق ليك تفهمنا دونك عقلوا عليها انني منين نولي واعرف التكنيك راه باقي نعاود نقول صافي ليا صافي طلع ليا فراسي ساهل 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 منين نولي جيك ساهل 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 وخدم دابا شي بروجي يكون باقي ما فاهموش مزيان باش تحل هذوك لي بيتي بروبليم دو ميتي دونك لو دوزيام افونتاج لاركيتيكتور بيرمي لا سيباراسيون دي كوش تكنيك لوجيك افان دو فاسيليتي لو ديفلوبمون اون ايكيب ما ماتونو سي ليفولوسيون دونك حيت هذيك لاركيتيكتور اللي كتعطي البروجي بواحد الشكل معين حيت يتفرضوا عليك لانك خدمتي بلو فريم ورك كيما غيكون يا تكون مقسمه بواحد الشكل انه تيكونوا مقسمين لي كوش فكنقدروا لو ميم بروجي نخدموه اون ايكيب دون وقوع المشاكل فهمتي ماشي انت الا كوديتي لصاحبك كودا هاد الجزء مع الجزء صافي كتلقى راك اكزيكوتي جزء كان خدام مابقاش خدام حيت صاحبك زاد صدر الكود لا تيكون هاد لا سيباراسيون اللي مديوره اصلا في الهندسه ديال في لاركيتيكتور ديال لو بروجي كتمكن اننا نديرو لو بروجي اون ايكيب بدون وقوع المشاكل كذلك كتمكن ان تكون عندك ماتونس سهله كتلاحظوا يمكن الا صاوبتوا بروجي عادي بدون فريم ورك انك تقدر كلشي خدام نسبه تبدل شي حاجه تخربق لك ما قبلها علاش خربقت ما قبلها لان البروجي فاش كنتي كتصاوبو اصلا انت كنتي بقات معاه غير الصداق ما فكرتيش بانك ديرو بواحد الطريقه انه حتى الا بغيتي تبدل هذه ما تيوقعش مشكل نعطيو مثال بسيط نتوما في البي اش بي مثلا عندنا هيدر وفوتر وداكشي ياك السيت كله كيكون عنده نفس الديكور الهيدر والفوتر على الاقل فممكن داك الهيدر تكون حطيتيه في باج اتش تي ام ال ولا بي اش بي وبقيتي تدير انت داك الانكلود ياك عقلتو على انكلود انكلود تحطهم في الباجات وكاين شي واحد اخر ما فراسوش كاع انكلود كاينه كيبقى يدير كوبي كولي كوبي كولي كوبي كولي الصفحات الهيدر هذا لا اكزيكوتا البروجي وهذا لا اكزيكوتا البروجي ما يبقاوهم خدامين مزيان ولكن هاد السي الا بدلنا اليوم حنا في الهيدر قلنا اليوم اسيدي غنبدلو شي حاجه في الهيدر شي تايتل شي لون غنزيدو شي منيو شي حاجه واش بحال بحال في الماتونس مون كوبي كولي اش غيدير خاصو يعاود كل داك البلايص اللي دار فيهم كوبي كولي يعاود يمسحو ويدير كوبي كولي اخرى ياك على لي 10 صفحات ولا داك الصفحات كلهم اللي عنده ومول اللي دار انكلود اش غيدير غيمشي غير داك الفيشي اللي حاط فيه هذا كيبدل فيه فاوتوماتيكمون كيتبدل كلشي اللي انت ديرو غير انكلود غتعيط ليه اين فوا كتبدلو هو تيتبدل كلشي كيما مثل لابيل ديالو كيتبدل فهمتوا فصح مول في الاول خاصنا باش نقنعوا هذاك مول كوبي كولي ان داكشي اللي درتي راه ماشي هو هذاك خاصني شحال وانا نشرحها ليه حيت هو كتقال لي راه صادقه
ولكن طريقته ما دايرش في حساب المانتونس نهائيا. اما داك اللي دار قسمهم وحط هيدر بوحدو وحط فوتر، علاش عدل؟ علاش مش مجمعش كلشي في صفحه واحده؟ باش نهار نبغوا نبدلو فوتر دغيا تمشي نبدلو، فهمتوا؟ مثلا انا صوبت لشي صوبت لشي ايكول، منين نبغي نبيعو لشخص اخر ايكول اخرى نمشي الهيدر ديالها نبدل فيها على حساب السميه واللوغو ديال ديك، كيجيني الامور اسهل. فهذه خصو يفهمها هو قبل بداية المشروع باش يعرف اننا لا علاش كنقسمو، راه ماشي بغينا نعذبوه ويدير 10 صفحات هكا. دونك هادو كي قلنا مقارنة بين ترافاي واش مانتونابل ولا لا. بعد المرات شي واحد حتى ما اللي كتبغي باش موديفيه تقول اللهم نعاودو. فلي بروجي اللي كيخدمو بلي فريم ورك كي سيكونو مانتونابل. اي ليفوليسيون، ليفوليسيون تطور، يعني انك الا كنتي خدمتي فريم ورك البروجي تيكون ايفولوتيف، سيتادير كتقدر تزيد فيه فونكسيوناليتي اصلا ما كانتش مطلوبه طلبات بطريقه ابسط بلا ما يتخربق لك البروجي كامل. دونك البروجي كيكون ايفولوتيف، ودائما هادو من الخصائص اللي كيخصهم يكونوا في البروجي، لان غالبا الكليان غير تعطي داكشي اللي تعجبك تعجبو تيبقى يقولك زيد هادي دير هادي اكسترا، فهمتوا؟ ما تكونش ديك الفيرسيون الاولى غير خدامه وملي تبغي تبدل فيها شي حاجه تبدا غير خاصو يخلصك بكثر من شحال صوبتيها لي، كون سهله. دونك لا مينتونس اي ليفولوسيون دي فريم ورك سون جيري بار لورغانيزم فونداتور. هنايا اكزومبل ديال لي فريم ورك فرونت اند، دونك كاين رياكت اللي هو اللي غنشوفو ان شاء الله، كاين خوتو اونغولار فيو جي اس كي يقدر اي واحد يدير فريم ورك بارتي فرونت اند ولا باك اند يصاوبو. المشكله اللي كتكون ماشي في تصاوبو، المشكله في ان من يستخدموه، لان لي فريم ورك بحال دابا نيت شكون اللي يصاوب بحال فيسبوك اللي بغى يصاوب يصاوب، شكون اللي يصاوب بحال انستغرام اللي بغى يصاوب يصاوب. المشكله اللي تتكون ولا شكون يصاوب بحال جوجل موتور دو ريشيرش اللي بغى يصاوب يصاوب ساهل. المشكله في شكون غيستخدمو، كيفاش غتشهرو. لا ميم شوز حتى لي فريم ورك، فانت ما غتضربش زعما تصاوب واحد اخر وتخدم به بوحدك، غتخدم داكشي لي بوبولير. دونك هنا حنا غنخدمو برياكت، كاينين بعض لي زوتي اللي كنخدمو بهم لإضافة بعض الأشياء. مثلا نتوما غتشوفوا ريديكس علاش غادي نزيدوه عندكم في القراية ديالكم والدور ديالو.